بمكة تحطت رحال الحكاية لتسمعنا عبرا كرواية. فظلم وفقر يسود الوسيعة، فساد وقتل أمور فظيعة، وجهل وشرك به يجهرون، وأرباب ظلم لها يعبدون. ولكن نورا أضاء الظلام، رسول ورحمة يهدي الأنام. محمد عطف أمان وتقوى وعدل وعلم ويفشي السلام. فسارت حياة الأنام بعدل، وساد الضعيف وكان غلاما. وبعد النبي الدين يعود، غريبا نراه وظلم يسود. ولكن بشرى لنا في الكتاب بشمس ستشرق خلف السحاب، وموسى وعيسى وقرآن بشار، وقرآن بشار. بوعد القدير سيعلو ويظهر حفيد الحبيب الرسول البشير، وأنعم به من سراج منير، يكون إماما لعيسى الوزير، بدولة عدل لرب النصير. أضاء العراق بشعبان نور، وطوبى له من وليد شكور. أتى وهو لله يسجد يعبد، وأن لا إله سوى الله يشهد. خليفة ابن سمي محمد، هو القائم المنقذ والمؤيد، بجند الملائك نصر مسدد. عطاء هو المنقذ وهو رحمة، وكل الخليقة ترقب سلمة. على نهج طه النبي يسير، وهذه البشارة للعالمين، أغاضت نفوس الطغاة اللعينة. أرادوا الأفول لشمس السلام، وشاء الإله تمام الكلام، كعيسى وموسى يغيب الإمام، ليظهر حقا وينهي الظلام. سيظهر بعد انتظار ويأس، وتهفو لرؤيته كل نفس، وتسبيق ذلك يا مؤمنين، علامات حتم أمور مبينة. حروب وقتل وسفك دماء، ورعب وجوع يليه الوباء، وتضليل تجهيل من مسحاء. ولكن كبرق يجيء المخلص، ومن في غيابه يصبر سيخلص. وأنصاره نهجه يسلكون، وفخرا بأخلاقه يهتدون. إلى من أساء لهم يحسنون، بعفو ونصح هم يعملون. بعلم وتقوى اعتدال سلام، إخاء وئام ولا للخصام، إخاء وئام ولا للخصام. وهم بانتظار الإمام الهمام، فنعم انتظار قعود سكون. يا
الهادي يا منقذ العالمين، متى تنتهي لوعة العاشقين؟ متى تنهي جورة وظلم السنين؟ فمن يدعي الدين عاف الفساد وغير حقدا سبيل الرشاد وأهلك نسلا أضل العباد؟ فقم يا مخلص زاد الحنين. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى، برضوى أو غيرها أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. العجل يا سيدي العجل، العجل العجل يا سيدي.